السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله استكمالا لسلسلة فيديوهات تعلم كهربة الموتوسيكلات أو دورة تعلم كهربة الموتوسيكلات. في الفيديو اللي فات شرحنا دايرة التلاكس وعرفنا التلاكس بيتوصل إزاي والأسلاك بتاعته بتروح فين وبتيجي من فين، وعرفنا إزاي نختبرها لو فيها عطل معايا في التلاكس. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح دايرة الإشارات أو الفلاشرات، هنعرف الدايرة دي بتتوصل إزاي ونتعرف على اعضائها وازاي نكتشف لو فيها عطل ولا فيها حي. بس قبل ما نبدا، يا ريت لو انت مش مشترك في القناه تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس على الكل وتضغط لايك للفيديو عشان الفيديو ينتشر والكل يستفيد. ولو انت مشترك معانا ما تنسناش باللايك على الفيديو. دايره الاشارات في الموتوسيكل او دايره الفيشرات بتكون مسؤوله عن تشغيل الفيشرات اليمين والشمال في الموتوسيكل، تمام، سواء كان موتوسيكل صيني او اي موتوسيكل. طبعا زي ما احنا عارفين ان اي لمضه سواء كانت لمضه في الموتوسيكل او لمضه في البيت بتحتاج لارضي وكهرباء عشان تشغلها، دي قاعده اساسيه. طيب خلينا نعرف الدايره بتتوصل ازاي. قلنا في فيديو سابق لما شرحنا دايره التشغيل الرئيسيه ان عند الطرف الاسود ساده بيكون متوزع على الضفيره، ده بياخد كهرباء من الكونتاكت. بعد ما انا بفتح الكونتاكت بلاقي سلك طالع اسود ساده هنا من فيشة الكونتاكت، بالتالي بمجرد ان انا افتح الكونتاكت السلكة السوداء دي بتبقى موزع كهرباء على جميع اجزاء الضفيرة، وبعد كده بتبدأ تشغل جميع الدوائر اللي في الضفيرة. طيب دايرة الاشارات معانا بتبدأ من الجزء الخلفي في الضفيرة، لان الفليشر بتاع الاشارات عندي ورا بيكون في الجزء اللي هو ورا من الضفيرة، ودي بداية دايرة الاشارات، تمام. طبعا الدايرة زي ما قلنا بتحتاج لأرضي وكهرباء. طيب عندي في الجزء اللي ورا بيكونوا راكبين معايا إشارتين، باخدلهم طرفين أرضي أو طرف أرض واحد بيكون مشترك زي الطرف ده، هو بركب فيه الكلبستين الأرضي بتوع الإشارات. طبعا الأرضي في ضفيرة الموتوسيكل بيكون أخضر سادة، أي سلك أرضي بيكون في ضفيرة الموتوسيكل أخضر سادة اعرف إن ده أرضي مباشر، لسه ما دخلش على أي زرار، أرضي مباشر. فبالتالي انا باخد الاشارتين دول طرف ارضي مباشر من الطرف الارضي اللي موزع على الضفيره كلها، وسبق شرحناه في فيديو سابق قلنا ان الطرف ده بياخد الارض بتاعه من العروه او الكليبسه اللي بتكون مربوطه في موبينه التكرير تحت التانك، وبيوزع الارض على جميع الضفيره. انا هنا في الاشارات ورا باخد طرفين، طرف ارضي بيكون طرف مشترك بيركب فيه كليبستين بالشكل ده، هو بوديهم السلك الارضي بتاع الاشاره اللي هو بيكون اخضر ساده بالشكل ده، هو تمام. ده بالنسبة للأرضي اللي ورا. نفس الأمر معايا قدام، بيكون عندي فيه طرف أو طرفين طالعين مشترك أرضي في الفانوس من قدام، بيكونوا أرضي مباشر. الطرفين دول بوصل من خلالهم السلكين بتوع الأرضي المباشر اللي بيكونوا موجودين في الإشارات اللي قدام، تمام. طبعا الأرضي ده كله بيكون جاي من السلك الأرضي الرئيسي اللي بيوزع على الضفيرة كلها. لحد كده احنا ماشيين كويس، عرفنا ان الارضي بيكون ارض الاشارات متاخد ارض مباشر من طرف الارض اللي بيكون موزع على الضفيره كلها. يبقى انا كده وصلت الجزء الاول اللي هو الارضي، وديت للاشارات اللي ورا ارضي والاشارات اللي قدام ارضي، باجي معايا الكهرباء اللي بتوصل للاشارات واللي من خلالها الاشارات بتنور وتطفي وبتشتغل على الزرار. بتبدا معايا من الجزء اللي ورا في الضفيره، بناخد طرف ارضي مباشر من الطرف اللي هو اسود ساده بيوزع زي ما قلنا على الضفيره كلها، باخد منه طرف اهو، الطرف ده بيكون مشترك هنا مع السلك الاسود ساده، باخد منه طرف اهو بالشكل ده، بوديه لفليشر الاشارات، كليبس فليشر الاشارات بالشكل ده اهو، تمام. طبعا فايده الفليشر هنا ان هو بيقوم معايا بعمليه تقطيع الكهرباء، بيخلي الاشاره بتنور وتطفي معايا. بدخل الطرف الكهرباء المباشر ده هو على الفليشر، الفليشر بيرجع للطرف ده هو في طرف لونه رصاصي بالشكل ده هو. بعد ما بيقطع لي الكهرباء بيرجعها لي متقطعه في الطرف اللي هو الرصاصي بالشكل ده هو. الطرف الرصاصي ده بيفضل يمشي معايا في الضفيره لقدام، تمام، لحد ما بيوصل معايا هنا فين للكتله بتاعه الاشارات اهو. ده الطرف الرصاصي اللي جاي من الفريشه ورا، طبعا جايب كهرباء متقطعه، بيدخل معايا على الكتله بتاعه الاشارات لحد ما بيوصل معايا للزرار بتاع الاشارات، تمام. دخل معايا هنا للزرار بتاع الاشارات، طبعا الزرار ده بيكون عباره عن ثلاث سلكات، سلكه في النص اللي هي اللي جايب الكهرباء المتقطع من الفليشر بيكون لونها رصاصي بالشكل ده هو، بتكون في نص الزرار بالظبط،
تمام كده. انا دخلت لحد هنا، دخلت الكهرباء بتاعه او الكهرباء اللي هتشغل الاشارات لحد الزرار. تمام، هبدا الزرار بقى يطلع لي طرفين، طرف بيكون للاشاره اليمين وطرف بيكون للاشاره الشمال. الطرفين دول بيكون الوانهم اللي هو البرتقاني الطرف ده هو، والطرف الثاني البامبي اللي بيكون بالشكل ده هو، بيكونوا طالعين معايا من الكتله الشمال اللي فيها زرار الاشارات. تمام، بعد ما الكهرباء دخلت في السلك الرصاصي طلع لي طرفين، طرف برتقاني وطرف بامبي للاشاره اليمين والاشاره الشمال. تمام، الطرفين دول بيطلعوا معايا من الكتله، بيفضلوا ماشيين في الضفيره، بيجوا هنا تحت التانك. تمام، ويبداوا يتجمعوا اهو، دول الطرفين هنا بتوع الاشارات. تمام، هنلاحظ ان الطرف فيه ثلاث اطراف وطرف طالع لورا. طبعا انا جبت الطرف معايا لحد هنا تحت التانك، باخد منه طرف للاشاره اللي ورا اليمين، ونفس الوضع في الاشاره الشمال اللي هي اللون البامبي، باخد منه طرف للاشاره اللي ورا. تمام، بجمعهم فين؟ بجمعهم تحت التانك هنا. تمام اهو، بطلع منهم طرف للاشاره اللي قدام كليبسه زي كده اللي هي اللون البامبي اشاره يمين، واجي على اللون البرتقالي بطلع منهم طرف للاشاره الشمال يكون لونها برتقالي في كليبسه خاصه بنفسها كده اهو. يبقى دول الطرفين اهم بتوع الاشارات زي ما قلت لك، بيطلعوا من الاشاره بيتجمعوا معايا تحت التانك، باخد منهم طرف للاشارتين اللي ورا، من كل سلك باخد طرف للاشاره اللي ورا وباخد طرف للاشاره اللي قدام. طيب هتقول لي في سلك تالت موجود في الطرف اليمين او الطرف الشمال، لان دول تلات اسلاك. السلك التالت بيروح للعداد، وده هيجي شرحه ان شاء الله لما نشرح دايرة العداد. بمجرد انا بدي اشارة شمال تبدأ الكهرباء المتقطعة بتمشي معايا في السلك لحد ما توصل هنا، توزع معايا على الاشارة اللي ورا، وتوزع معايا على الاشارة اللي قدام، وتوزع معايا على العداد من نفس التجميع. التجميع بتكون تحت التانك، تجميع الضفيرة بتكون تحت التانك. تمام، ببدا اوصل انا الاشاره هنا ورا او قدام، بركب الطرف البامبي. تمام، ده بيكون كهرباء اشاره يمين، وبركب الطرف الارضي في السلك الارضي المباشر زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو. بالتالي بتبدا تشتغل معايا الاشاره على حسب ما انا بشغل سواء يمين او شمال. تمام، طيب دايره الاشارات دي بيحصل فيها اعطال؟ ايوه بتحصل فيها اعطال. ايه اللي بيحصل في دايره الاشارات من اعطال؟ اول حاجه لو عندي الفليشر ده بايظ، تمام، ما بيوصلش معايا كهربا، بدي اشاره الاشاره مش شغاله بسبب ان الفليشر ده بايظ. طيب انا اعرف ان الفليشر ده بايظ ازاي؟ باجي بلمضه البيان بتاعتي بختبر الطرف الكهرباء الرئيسي اللي داخل للفليشر، لقيت فيه كهربا تمام، بختبر الطرف اللي طالع من الفليشر اللي هو الرصاصي، لقيته مطلع كهربا، يبقى كده الفليشر تمام. لا مش مطلع كهربا، يبقى انا كده عرفت ان الدايره هنا مقطوعه والفليشر مش مكمل الدايره، يبقى كده انا هغير الفليشر هترجع معايا الاشارات تشتغل. طيب لو انا لقيت السلك الاسود ما مدخلش كهرباء للفليشر، يبقى انا اعرف ان السلك الاسود فاصل في الضفيره من ورا ومحتاج ان هو يتوصل بالطرف الرئيسي، فببدا اوصله الاشارات بتبدا تشتغل معايا. ده بالنسبه لعطل الفليشر. باجي قدام ممكن يحصل معايا عطل قدام، بلاقي اشاره ورا مثلا شغاله والاشاره اللي قدام مش شغاله في نفس الاتجاه، يعني عطل اشاره يمين شغاله عندي ورا الاشاره اليمين ومش شغاله عندي قدام، بلاقي الطرف اللي طالع للاشاره اليمين قدام فاصل من التجميع اللي بتكون تحت التانك، فببدا اوصلها بترجع تشتغل معايا الاشاره اليمين. طيب لو انا لقيت العكس، الاشاره اليمين قدام شغاله واللي ورا مش شغاله، برضه باجي على التجميع اللي تحت التانك، بلاقي الطرف اللي رايح للاشاره اليمين اللي ورا اللي هو البامب ده فاصل من هنا، ببدا اوصله مع التجميع بتاعته، يبدا الاشارتين يشتغلوا معايا، وكذلك مع الاشاره الشمال. تمام، طيب انا دلوقتي عند الاشارات كلهم فاصلين، اختبرت معايا الفليشر شغال تمام. هبدا بقى اجي هنا على الكتله من قدام عشان احدد العيب بالظبط، واختبر السلك الرصاصي هشوفه جايب معايا كهرباء لحد الكتله قدام ولا لا. لقيته جايب معايا كهرباء لحد الكتله اللي قدام، يبقى انا كده السلك اللي جاي من ورا من الفليشر تمام واصل معايا، مفيش فيه اي مشكله. كده اصبحت المشكله معايا في الزرار، هو اللي ما مرجعش الكهرباء اللي واخدها من الطرف الرصاصي، يا اما بيكون الزرار بايظ او مملح او مصدي ما موصلش الكهرباء كويس. فببدا اختبر من الطرفين اليمين والشمال، اشوف بدي اشاره يمين وبختبر الطرف اليمين جاب معايا كهرباء ولا ما جابش.
ما جايبش معايا كهرباء، يبقى انا كده عرفت المشكلة عندي في الزرار بتاع الكتلة، زرار الاشارات. لا تمام، ده عطل من ضمن الاعطال اللي بتحصل في الاشارات. طيب ممكن يكون كل ده شغال عندي ولكن الاشارة نفسها فاصلة. طيب باجي اختبر السلوك بتاع الاشارة، يعني انا مشغل اشارة يمين، بختبر سلك الاشارة بشوفه هل مطلع معايا كهرباء هنا اول ما بدي اشارة يمين ولا لا. لقيته مطلع معايا كهرباء، يبقى كده الطرف ده وصل. بختبر برضو الطرف الثاني الارضي، بشوفه جايب معايا ارضي مباشر ولا مش جايب. لقيتهم جايبين، دي جايبة ارضي ودي جايبة كهرباء تقطعت من بعد ما انا بدي الاشارة، يبقى كده المشكلة معايا مش في السلك هنا، المشكلة معايا حاصلة في الاشارة. يا اما بتكون اللمضة معايا محروقة من الداخل، يا اما بيكون الدويل فيه مشكلة فاصل منه سلكة من الداخل. فبالتالي ببدأ افك الاشارة وافحص الدويل واشوف المشكلة هي من فين بالظبط. برضو عن طريق الاختبار بختبر السلك اللي داخل الدويل من الدويل نفسه، بشوفه هل جايب كهرباء ولا لا، هل واصل فيه ارضي ولا لا، وبالتالي بحدد العطل بكل سهولة. تمام. طبعا في دائرة ثانية بتبقى مختصة او متوصلة مع دائرة الاشارات اللي هي دائرة الانتظار، ولكن في الضفيرة اللي احنا معانا دي ضفيرة موتوسيكل داينو 40 مش موجود فيه انتظار، ما فيهوش زرار انتظار. هنشرحها ان شاء الله في فيديو تاني على ضفيرة مكن حلاوة بيكون فيها انتظار، وهوريك الانتظار بيتوصل ازاي. تمام. طيب عندي استفسار تاني، لو انا عايز اعمل انتظار لموتوسيكل زي موتوسيكل داينو 40 ما بينزلش بانتظار، عايز اعمل له انتظار، تمام، بشوف اي زرار خارجي مثلا وبوصل له طرف كهربا من الطرف الرصاصي اللي جاي من الفليشر، سواء اخدته من قدام هنا من عند الكتلة او جيب الطرف معايا من ورا، بس الافضل ان انا اخده من قدام من الكتلة عشان ما يبقاش عبكة معايا في الاسلاك. وببدأ اودي الطرف الرصاصي ده هو اللي انا اخدته جديد للزرار الخارجي اللي انا جبته معايا، تمام. فبالتالي الزرار هيطلع منه طرف، الطرف ده بوزعه على الاشارتين في التجميع هنا تحت التانك، او ممكن اركب هنا بوصلة اوصلهم مع بعض، تمام، من خلال سلك يكون مشترك بينهم. ولكن قبل ما اوصل السلك ده هو لازم يكون عندي ديود او فردة سيليكون حية كده زي المقاومة اسمها فردة سيليكون، بوصلها على الطرف الرئيسي اولا قبل ما انزلها على الزرار، عشان خاطر اول ما اشغل الانتظار الكهرباء ما ترجعش معايا تاني، او اول ما عاوز اشغل اشارة لوحدها وانا فصل الانتظار ما تشتغلش معايا الاربعة. لو انا وصلت الانتظار من غير فردة السيليكون دي، بالتالي الاربع اشارات لو انا شغلت اشارة يمين بلاقي الاشارة الشمال اشتغلت معاها، لان مفيش حاجة تفصل الكهرباء، بتخلي الكهرباء ترجع تاني للزرار وبيشغل معايا الاربع اشارات. وفي طريقة تاني بتوصلها من خلال اشارة واحدة، بتركب الزرار اللي احنا قلنا عليه ده هو، بتاخد طرف للزرار من الطرف الرصاصي اللي داخل لزرار الاشارات الرئيسي، بتوصله للزرار اللي انت هتوصله وبتطلع منه طرف، بتركبه على إشارة واحدة وبتدي إشارة يمين وبتشغل الزرار اللي أنت عامله، فبيشتغل معاك الانتظار. ولكن الأفضل إنك أنت تركب طرفين سيليكون عشان الشغل يكون معاك مظبوط. دي دايرة الإشارات بكل سهولة وبكل أعطالها، تقدر تتعرف على أعطالها طول ما أنت فهمت السلك رايح فين ومتوصل إزاي. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو معاكم النهاردة.